سالونا أتلتيكو بلباو وين شاهدنا كيفاش انتهت المباراة لصالح برشلونة بهدفين لهدف واحد. يعني كانت المباراة مباراة كانت شيقة، وشاهدنا الهدف الأول لميسي وين في الدقيقة 20 جوردان ألبا وين هدف ضد مرماه، يعني وين ألبا وين سجل هدف ضد مرماه في 49 دقيقة في الشوط الثاني بعد ما انتهى الشوط الأول لصالح برشلونة بعد الهدف تاع ميسي. شاهدنا كيفاش غريزمان وين سجل الهدف الثاني في الدقيقة 74. يعني كانت المباراة مباراة كانت صعبة، وين نقولوا باللي كانت متكافئة في كل شيء. يعني وشاهدنا كيفاش برشلونة يفوز بصعوبة كبيرة بهدفين لهدف واحد، رغم ان صامويل شاهدنا كيفاش اوتماندي شاهدنا كيفاش البا المسجل الهدف ضد مرماه، اوسكار شاهدنا كيفاش نقولوا باللي بيدرو كريزمان ميسي عثمان ديمبيلي. يعني وين كانت شو كيفاش كانت المباراة، وين شاهدنا كيفاش أوسكار دي ماركوس وين من جانب أتليتيك بيلباو اللي شكل خطورة كبيرة، راؤول غارسيا كذلك في خط وسط الميدان، داني غارسيا إيكار يعني ويليامز. وشاهدنا كيفاش كانت المباراة اللي كانت شيقة، يعني رغم أن أمام برشلون، يعني برشلون ماهيش برشلون اللي كان برشلون. وين شاهدنا كيفاش كومان وين دخل بخطة 4-2-3-1، شاهدنا كيفاش المدرب تاع أتليتيك بيلباو اللي دخل بخطة 4-4-2 وين شكلت وين نقولوا باللي اليوم بيلباو وين شكل خطورة على برشلونة. يعني وين كان برشلونة وين عانات خاصة في الشوط الثاني، وين أتليتيك بيلباو وين صنع فرص من أجل التسجيل لكن بدون جدوى بسبب التسرع، بسبب نقولوا باللي نقص الخبره تاع بعض اللاعبين امام المرمى تاع برشلون. يعني وين مارك وين اندريا الذي انقذ المرمى تاعو من هدفين محققين في الشوط الثاني. هذه هي الجوله 21، برشلون هدفين، اتليتيك بيلباو هدف واحد، الدور في الدور الاسباني الدرجه الاولى. صحيح.